تحرير المرأة من الجنسوية الاجتماعية. على المرأة أن تتسلح بإيديولوجية التحريرية المتجاوزة للنطاق الفامينية وأن تكافح اتجاه الإيديولوجية الذكورية المهيمنة. عبد الله أوجلان: تتصدر المرأة نظام العلاقات والتناقضات المتشكل حولها، قائمة الظواهر الواجب معالجتها بشكل منفرد، إلى جانب تكوين مضمون الديمقراطية بإمكانية لدى تناول ظاهرة المرأة. أن نرى بوضوح أكبر مدى تأثير ونقصان معالجة العلوم الاجتماعية لها، بما يضاهي ما هي عليه مسألة توازنات السلوكية المشاعية والديمقراطية، حيث ثمت اجتماع عام في كافة المواقف العلمية والأخلاقية والسياسية يفترض مسبقاً بأن ما تعانيه المرأة هو من دواعي الطبيعة. والمؤسف أكثر أن المرأة أيضاً أعادت إلى قبول هذه البرودماغية طبيعياً، فبطبيعة وقدسية القوالب الثابتة المفروضة على الشعوب منذ آلاف السنين باتت محفورة في كل خلايا ذهنية المرأة وتصرفاتها بإضافات مضاعفة. وبقدر ما تم تأنتت الشعوب اتسمت المرأة أيضاً بالشعوبية. وعندما قال هتلر الشعوب كالنساء، إنما قصد هذه الحقيقة لدى تناولنا ظاهرة المرأة بعمق أكبر سندرك إنها علمت نكسب طبقة وأمة لتجاوز كونها جنسياً بيدلوجية إنها النسب والطبقة والأمة الأكثر انسحاقاً. من المهم الإدراك إنه ما من نسب أو طبقة أو أمة ألحقت بعبودية منطقة بقدر الأنوثية. لم يدون بعد تاريخ عبودية الأنوثية، أما تاريخ الحرية فلا يزال ينتظر التدوين. يرتبط إبقاء عبودية المرأة في غياب الظلام الغائر بالسلطة الهرمية والدولتية المتصاعدة في المجتمع، حيث أسست الهرميات الإداريات المقدسة صاحبة الامتيازات وأفتحت دروب العبودية أمام شرائع المجتمع الأخرى. النتيجة الطبيعية لهذا التكوين الجسدي هو كون الذكاء العاطفي لدى المرأة أقوى الذكاء العاطفي من ذكاء لا منقطع عن الحياة، كما أنه الذكاء المتضمن للاقتناع والتعاطف الوطيد. حتى لو تطور الذكاء التحليلي لدى المرأة فانطلاقا من قوة ورصانة ذكائها العاطفي، فهي تكون إرفاء في اتباع السلوك وأكثر اتزانا وتوازنا وارتباطا بالحياة أكثر بعد من التخريب والدمار. لا يفهم الرجل معنى الحياة بقدر المرأة، والمرأة التي تعني الحياة ذاتها كلمة جين المنتمية إلى مجموعة اللغة وجميع جوانب الحياة بحالها الشفافية البعيدة عن الرياء والنفاق ومهاراتها، وهذه راسخة قوية نحن ندرك ذلك جيدا في حياتنا الشخصية أيضا. الرجل بذاته هو المسؤول الظالم عن المرأة المتصفة بأنها محتالة ومتردية وفاحشة وغيرها من الصفات، إذ ما من المرأة أن ترى حاجة اللجوء إلى الحيل أو الفحوش. الأصح أن تناول موضوع المرأة كثورة ثقافية، إذ من العصيب اتجاه حل التحريري في معناه راقية والثقافة القائمة مهما كانت النواة الجنسية، ومهمة بذلك الجهود الدؤوبة، وذلك بسبب المشكلة القائمة في الظاهرة ذاتها وبنية العلاقات فيها واكتساب الهوية التحريرية الأكثر أريدياكية. أمر ممكن فقط بالدنوف من المرأة أو بالأحرى استيعاب النظام القائم في العلاقات بين الجنسين ككل متكامل وتخطيه، ويجب إدراك جيدا لأنه لا يمكن قطع مسافات إلا بمثقال ذرة. بمقارنة مسألة الحجاب بالتقاليد والاعتراف ومقارنة الإباحة الجنسية بالعنصرية، وإذ ثمة حاجة ماسة لاستيعاب أغوار الحرية واكتساب إرادتها بقدر التعمق في أغوار العبودية وتفهمها، على كل القاصرين على قطع مسافة ملحوظة في درب حرية المرأة الاجتماعية ولا في مجال الحرية السياسية. أيضا يجب اعتماد المفهوم القائل بأنه كان نظام تحرير عاجز عن تخطي ثانية في موقف، أيضا اعتباره قرن مرحلة اجتماعية تتصاعد فيها إرادة المرأة الحرة. تقرير السنوي لمجلس المرأة العربية في سنجار: الوضع السياسي في هذه السنة بقيت ورانا 2023 كانت في 2023 كانت انتصارات. بالأول ما في خبر عن القائد، يعني خبر صغير ما في عنه وما نعرف أخباره، حتى المحاميين صاروا ثلاث سنوات ما يزورونه ولا حتى عائلته. وضع القائد صعب، ونحن كمرأة كمجلس مرأة نقدم نقدنا الذاتي للقائد، ونحن نعطي قسم للقائد بهذه السنة الجديدة بأن نفعل كل ما بيسعنا لإخراج القائد من عزلته. حرية القائد. وضع العراق في الانتخابات: وزير العراق ذهب إلى تركيا وعمل اتفاقية مع تركيا لكي الشعب سنجار ما يحصل على حقوقه من دولة العراق. دولة تركيا ما كانت مرتاحة بهذه الانتخابات من شان ما يطلع واحد يزيدي من سنجار لحتى الشعب سنجار ما تتحقق أمنياته. نحن لازم نعرف سياسة الدول يلي تمشي قبل آلاف السنين على الشعب. وضع المرأة بشكل عام ليس جيدا، لأن هناك بعض المشاكل في حياة المرأة مثل الزواج القاصر وتعدد الزوجات. الوضع التنظيمي: هناك تشكيل اللجان في مجلس المرأة ومجلس أم الذيبان، لجنة صلح، لجنة اقتصاد، لجنة عوائل الشهداء، لجنة تدريب، لجنة صحة، لجنة علاقات مع علاقات عامة سنجار، وهناك رفيقة من مجلس أم الذيبان فيها، ولجنة الحماية.
فلجنة الصلح تقوم بحل المشاكل، وإذ وجدت مشاكل بين عائلتين قاموا بحلها والصلح بينها. وهناك لجنة الاقتصاد قامت بزراعة بقشة وأشرف عليها الرفيقات، ولجنة التدريب تقوم بإعطاء التدريب الفكري والدروس في المجلس. وهناك أعمال قاموا بها المجالس، مجلس المرأة ومجلس أم الذيبان ومجلس العام شاركوا سوا في المسيرات وفي المظاهرات، وشارك مجلس المرأة في ندوة حوارية في 5/1/2023 في مجلس أم الذيبان. كانت بنود هذه الندوة تحقيق الحرية الجسدية للقائد أبو. نحن كنساء عربيات وإزيديات سنرفع من نضالنا المشترك. أيضا كتبنا الرفيقات رسائل للقائد وقمنا بفتح معرض للقائد حماية. سنرفع وتيرة النضال والكفاح معا كمرأة عربية وإزيدية إلى حين الاعتراف الدولي بالإبادة عام 2014 على المرأة. في 16/12 قرأنا رسالة عن القائد، عن أوضاعه وعن كيفية عيشه داخل السجن. تأثرنا كثيرا من عزلته، 3 خطوات وحلاقة رأسه وإزعاجه في أوقات قراءته وقطع الأشجار لكي لا يسمع أصوات العصافير. وأيضا برنامج السنة رح نعمل كومينات بالقرى، وهي الاجتماعات يلي بالقرى رح نكملها، ونعمل اجتماع من شان عوائل الشهداء والأمهات والزوجات، ونعمل حفلة صغيرة من شان أطفال الصغار، ورح نكمل شغلنا بالبلديات. عدد من النساء رح يشتغلوا، رح نعمل كونفرنس للمرأة ومهرجان للمرأة العربية. أول مرة نحكي عن انتخابات يعني الحزب فاز، إن شاء الله بعون الله يصير لهم منصب، وإن شاء الله يصيرون عالين ويبقى عالين للأبد. يعني ماكو يعني، وإحنا كنا نساء عربيات كنا نقف معهم، وتحرير القائد كنا نطالب تحرير القائد. إحنا نساء عربيات نطالب تحرير القائد وإخراجه من السجن، وخلونا نزور وخلونا نشوف، ومستعدين هسه أقول تعالوا زوروا، روح نزوره وما عندنا أي مانع. واحنا نطالب بتحرير القائد ونطلب من الله انه يفرج عنه ويطلعه بخير بسلامه ويجينا خبر عنه، ونفرح بهذا الشيء ونسوي حفلات ونسوي كل افراح للقائد. هسه بغيابه احنا جعت كل مشيتنا على المسيره، مشيتنا على المساير، ومشيتنا على الحفلات، ومشيتنا على كل شيء مشان خاطر هو. يعني لو ما هو احنا ما نطلع، ولا يصير عندنا جهد، ولا يصير عندنا كل ذلك. يعني هو تحرير المراه، هو اللي سوى المراه قبل احنا وين، وهسه وين قبل ما نعرف كل شيء. بس من طلع علينا القائد الحمد لله يعني، ونطلب من الله ان الله يطلعه بالسلامه ويخرجوا، وبعون الله ان شاء الله الحزب يفوز باعلى اعلى اعلى مرتبه، ويخسر الخاسئون ويخسر الخائنون. نتمنى لقائد عبد الله اوجلان باخلاء سبيله، ونتمنى نسمع عنه اخبار طيبه، ونتمنى له الشفاء اذا انه مريض، ونتمنى له اللهم ربي يشفع له، وان شاء الله يجينا اخبار طيبه عنه. وشكرا. اليوم احنا مجتمعين مشان اجتماع السنوي، يعني الاعمال اللي قمنا بيها بمجلس المرأة، مجلس ام الذيبان، مجلس العام، يعني شاركنا بكثير شغلات سوا، بالمظاهرات اثناء خيمة للقائد يعني شاركنا بيها سوا. يعني كل الاعمال شارك بيها مجلس المرأة ومجلس ام الذيبان ومجلس العام، يكون يعني اشغالنا دائما سوا. وهدفنا من هذا الشيء يعني ان شاء الله نكون بهاي السنة الجديدة ان نطور شغلنا اكثر، يعني نفتح كونفرنس، نعمل كومينات، يعني كثير شغلات راح نقوم بها بهاي السنة. يعني احنا نقوم باجتماعات بين القرى، يعني بهدفنا من هاي الاجتماعات يعني نجمع النساء، يعني نتحدث، يكون حديثنا عن الزواج القاصر، عن تعدد الزوجات. يعني هاي الفكرة لازم تكون مرفوضة بالمجتمع اللي عندنا. يعني هدفنا من هذا الشيء، واكثر شيء يعني الزواج القاصر. يعني هون كثير يعني حوادث راح تحصل من الزواج القاصر، يعني احنا نريد نوقف على هاي الاخطاء، يعني ما نريدها تتكرر. يعني باثناء اجتماعنا قرانا عن توجيهات القائد، يعني القائد يعني دائما يعني كان يقول ان المراه يعني هي اساس المجتمع. يعني دائما القائد يقول ان المراه يعني هي اللي راح تكمل مسيرتي النضاليه، يعني كان اعتماده اكثر شيء على المراه. اما الذهنيه الذكوريه دائما يعني يستخفون بالمراه، يعني دائما يقول ان المراه يعني ما تقدر على شيء، اما المراه تقدر، يعني كل شيء بامكانها تعمل، يعني تقدر يعني مثلها، يعني حقها بالحياه كحق الرجل باي شيء. واخر شيء يعني احنا راح نقول يعني اني لازم يعني بهاي السنه نوقف كنا عرب وازيديه لحتى نفك عزله القائد مشان حريته الجسديه. اجتماعنا اليوم مشان اجتماع مشان السنوي، اتمنى حريه القائد. ونحن قبل يعني قبل ما نفكر القائد ما كنا نقدر نطلع، المراه ما كان عندها حريه، بس من فكرة الغائد هسه المرأة تحررت، وحرية المرأة من حرية الغائد
وهسه كثير يعني نساء ينضمون للحزب، كثير نساء بس مضغوطين ما يقدرون من الرجال، ما يقدرون يطلعون يعني ما عندهم حرية. يعني احنا ضد الجواز القاصرات، ونتمنى ان الغاد يطلع في السنة الجديدة. واشتغلنا يعني بال 2023 كثير مسيرات واجتماعات، ونتمنى بال 2024 شغلنا يتطور أكثر وأكثر، ونتمنى بحرية المرأة أكثر، ونتمنى القائد يطلع هاي السنة الجديدة ويجينا يعني من عنده خبر، إن شاء الله إنه يطلع من هذا السجن.